طلاب الأعزاء، ناولنا في المحاضرة السابقة جزء من إعازات الـ 3D Operations، واللي تناولنا فيها الـ 3D Move و 3D Rotate. محاضرتنا هذا اليوم راح نتناول الإعازات 3D Mirror والـ 3D Array والـ Slice مع مثال تطبيقي. بالنسبة إلى الـ 3D Mirror، هنا المرآة راح تكون في الـ 3D بشكل مستوي. فهنا طبعا ممكن يكون المرآة مستوي جاهز، أو أنه نرسم مستوي المرآة بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة. طبعا هنا البعد ما بين المجسم والمرآة راح يساوي البعد ما بين المرآة والصورة المعكوسة للمجسم، وطبعا الفرق ما بين المجسم والصورة المعكوسة راح يكون الضعف. هنا طبعا في ما يخص ال 3D Mirror، المستويات الجاهزة راح تكون هي مستويات ال XY وال YZ وال ZX. طبعا بعدين انه يطلب من عندي مكان المرآة. فطبعا هنا مكان المرآة يمكن ان تكون يا اما ملاصقة للمجسم او يمكن ان تكون بعيدة عنه، والمرآة دائما هي وهمية، يعني هنا ما راح تظهر لي شكل المرآة او صورة المرآة على البرنامج او على شاشة البرنامج، هي شكل وهمي يعني او شيء وهمي. زين، فهنا اذا اختارنا المستوي XY طبعا فيكون المرآة راح تتحرك مع المحور Z. فهنا نصفر احداث الـ X والاحداث الـ Y وننطي قيمة الـ Z. طبعا القيمة هنا الآن اذكرها يا اما موجب او سالب حسب حركة المرآة مع اتجاه الموجب او اتجاه السالب للمحور. المستوي الاخر اللي هو الـ YZ، هنا المرآة راح تتحرك مع المحور X. فهنا ايضا انطي قيمة X موجب او سالب، وهنا اصفر الـ Y واصفر قيمة الـ Z. المستوي الاخير اللي هو الـ ZX، هنا المرآة تتحرك مع المحور Y، فاصفر قيمة الـ X انطي قيمة الـ Y موجب او سالب اعتمادا على اتجاه المحور Y، واصفر قيمة الزد. ذكرت قبل قليل يمكن تكون المرآة ملاصقة للمجسم، في منتصف المجسم، بعيدة عنه حسب حالة الرسم. هذه هي المستويات الجاهزة اللي ذكرتها اللي هي الـ XY والـ YZ والـ ZX، واللي يطلب من عندي انه مكان المرآة، احداث مكان المرآة، او انا اقدر ارسم مستوى المرآة بثلاث نقاط شرط انه ما تكون على استقامة واحدة. يعني انا انطي احداثيات ثلاث نقاط. هنا بهذه الحالة لابد ان الطالب يكون يعني دقيق بادخال الاحداثيات، لان اذا كان احداثي واحد من نقطة معينة خطأ فمستوى المرآة راح يتغير، وبالتالي يكون الصورة المعكوسة مكانها خطأ، وبالتالي انه راح يفقد درجة تقييم هذا الإعاز. طبعا هنا اكو من ضمن الاوبشنز اللي هي الاوبجكت واللاس والزد اكسس والفيو، احنا اللي يهمني انا فقط هذه المستويات الجاهزة حاليا. هذه هي الاكس واي مثلا، مثل ما تلاحظون يعني هنا انا عندي المرآة ملاصقة للمجسم، الواي زد بهذا الشكل والزد اكس بهذا الشكل، والثري بوينت انه انا اقدر ارسم يعني بثلاث نقاط. لاحظوا هذه هي الثلاث نقاط، هاي النقطة الاولى والثانية والثالثة، انه ليست على استقامة واحدة. طبعا هنا الـ 3D Mirror شنو فائدتها؟ هنا لما يكون انا عندي المجسم متناظر، فبدل ما اعيد رسم المجسم او المجسمات او الكتلة
المتولدة من عمليات رسم مجسمات وموديفاي، أقدر بالمرار أسوي أو أرسم هذا الشكل أو أكرره زين بدون ما يعني أصرف وقت أو جهد أو جائز أخطأ بحساب الأبعاد زين. فهنا مثلا من يكون أنا عندي تكرار مرة واحدة استعمل الـ 3D mirror. إذا نيجي على الرسم، يعني مثلا الآن لو كان عندي أني ويدج الفيرست كورنر بالأوريجين وأطواله مثلا 20 بـ15 بـ5، هذا أنا عندي الويدج زين. أريد أسوي ميرور، طبعا هذه هي الأيقونة مالت الإعاز، أسوي كليك عليها، أختار هنا، يطلب من عندي Select Objects، أسوي اختيار للويج، بعدين مثلا هنا راح آخذ أول مستوي، يا أما أكتب يعني XY أو رايت كليك أختار XY، زين فهنا يسألني Specify Point on XY Plane. فهنا مثلا انا اريدها انه طبعا هنا بالاكس واي قلنا انه مستوي المرآة يتحرك مع المحور زيت صعود او نزول موجب او سالب طبعا. فهنا مثلا راح انطي خلينا نقول 0.05، اضغط انتر، بعدين يسالني ديليت سورس اوبجكت يس اور نو، المفعل نو، يعني هنا هل انه انا احذف المجسم وابقي الصوره المعكوسه او لا. فهنا إذا لا يعني راح يبقي الجسم أو المجسم والصورة المعكوسة، إذا يس لا راح يحذف المجسم ويبقي الصورة المعكوسة. فهنا إحنا تضغط إنتر أو تكتب إن مثلا وإنتر. فهنا لاحظوا إنه هذا هو المجسم وهذه هي الصورة المعكوسة وهذه هي المرآة طبعا اللي هي مع مستوى X Y، هذه هي المرآة زين، واللي هي مثل ما ذكرتكم سابقا بأنه المرآة هي تكون عبارة عن مستوى وهمي، يعني ما إلى وجود أو خلينا نقول ما إلى فد شكل ظاهر على البرنامج أو على شاشة البرنامج. ومثل ما قلت لكم انه هي صورة معكوسة، يعني نرجع مثلا نختار على بعد يعني نفس المستوي اللي هو الـ XY، وانطي مثلا النقطة خلينا نقول ايضا بالاتجاه الموجب مثلا 0.0 خلينا نقول 15، واضغط انتر، وبعدين ايضا ان اضغط انتر. فهنا صار عندي هذا هو الصورة المعكوسة. فهنا إذا أريد أن أطلع لكم البعد، هنا هذا البعد، افترضنا أنه هذه الـ First Corner، العفو هذه نعيده، البعد هذا هو هذا البعد وهذا البعد، راح يكون هو 30. إذا الآن ندخل على الـ Input Data زين، إحنا نعطينا هنا مستوى المرآة 0.0.15، فالمرآة هي هنا راح تكون هنا يعني خالي المؤشر، وقلت لكم بأنه البعد ما بين المجسم والصورة المعكوسة يكون ضعف، أي أقصد بضعف المسافة ما بين المجسم والمرآة واللي هو هنا صار عندي 30، يعني بعد ما بين الكورنر والكورنر راح يكون عندي الضعف. هذا فيما يخص المستوى الأول. أهم شيء إنه الطالب أو المستخدم لابد أن يعرف بأنه من مستخدم مستوي ينظر إلى حركة المرآة وفقط ينطي إحداثي باتجاه المحور اللي تتحرك به المرآة، يعني هنا صفرنا الإكس والواي انطينا قيمة الزيت يا اما بالموجب او بالسالب، ليش؟ لانه المرآة تتحرك عندي مع المحور زيت. هسه الان راح ناخذ المستوي الاخر واللي هو مستوي الواي زيت،
هذا هو الواي زد. طبعا هنا بالواي زد قلنا انه المرآة راح تكون انا عندي هذا هو واي زد، فالمرآة راح تتحرك عندي مع الاكس بالموجب او بالسالب. يعني اقدر اختار مثلا هاي النقطة اللي هي مثلا 20 بصفر صفر واضغط انتر، بعدين اقول له نو واضغط انتر، فصارت عندي هذه الصورة المعكوسة. وهنا طبعا الفرق راح يكون عندي او المسافة راح تكون عندي هنا 40. زين، اذا ندخل يعني الجانب النظري فهنا راح تكتب لي ال 3D mirror، راح تكتب لي يعني اذا كانت مثل مجسمات منتظمة راح تكتب مثلا هنا ويج، بعدين راح تكتب لي شنو المستوي مثل هنا الواي زد، وتكتب لي بوينت سبيسيفاي بوينت 1 المستوي اللي انت اختاريته اللي هو الواي زد هنا البلان، فراح تكتب لي الاحداثيات، بعدين راح تكتب لي ان يعني نو بمعنى انه هو اعطاء الصورة والمجسم اثنيناتهم في الرسم. هذا اخذناه بهاي الحالة. الحالة الأخرى أو المستوي الأخير اللي أنا عندي اللي هو بالـ ZX، فهنا بالـ ZX راح تتحرك مع الـ Y، فمثلا أنطي هنا صفر الـ Y مثلا أنطي 20 والـ Z صفر وأضغط Enter و N Enter، فصار عندي هذه المرآة هنا المرآة. وهذا هو المسافة ما بين هاي الكورنرين. زين، هذا فيما يخص المرآة. طبعا هنا يعني أمثلة كثيرة يعني للتوضيح، اللي أريد من الطالب أنه يطبق إذا كان المرآة ملاصقة للمجسم أو بعيد عنه بالاتجاه الموجب أو بالاتجاه السالب. يعني أريد من الطالب أنه يتمرن على هذه الأفكار. هنا أنا مثلا عندي مثال، أو قبل ما أدخل بهذا المثال نأخذ إعاز الآخر. فهنا أنا مثلا يعني إذا نشوف يعني مثلا هذا المثال يعني سمناه في المحاضرة السابقة أو قبلهم، مثلا هذا عندي هنا اسطوانتين، فأنا أقدر أرسم اسطوانة واحدة، الثانية أقدر أسوي لها ميرار، زين بدون ما يعني أحسب إحداثيات. يعني هاي شيء بسيط، يعني يمكن أنه مثلا رسومات أخرى أحتاج مثلا يعني مثلا هذا للوج إذا كان مثلا مطلوب من عندك خصوصا بالجانب النظر، يعني إذا كان مثلا سهنانة يعني الحدارة مع الواي، فبدل ما مثلا ترسم بوكس وتسوي له تشامفر أو مثلا ترسم ويج وتغير الأطوال وبعدين 3D تسوي له 3D روتيت، مجرد إنه ترسم ويج الحدارة مع الواي يعني استخدام بوكس وتشامفر أو ويج زائد 3D روتيت، ثم الثاني راح يسوي له 3D مرة، مجرد إنه تنطي مثلا هنا نبدأ مستوي واي زد. طبعا هنا واي زد ما قلت زد واي، يعني اذا تكتب زد واي ما راح يتمثل الاعاز، وايضا بالجانب النظري راح اعتبر هذه الخطوه خطا. زين، فقط راح تنطي قيمه الاكس اللي هو هنا 45 صفر صفر. طبعا هنا ليش اصفر؟ ما يهمني يعني قيمه الواي والزد، فقط الاكس هو اللي يهمني. زين، فراح يظهر لي الصورة المعكوسة للمجسم. يعني هذا شكل بسيط، يجوز إذا كان عندي عمليات أخرى يعني مثل موديفاي ورسومات أخرى، فإن شاء الله راح نتناولها يعني بالمحاضرات القادمة، يكون حتى تلاحظون الفرق بالـ 3D mirror. زين، الآن بالنسبة إلى الـ array،
الاري هو تكرار، يعني يا اما يكون شكل، واللي بالبدايه راح يسالك هل هو ريكتانجولار او بولار. فهنا طبعا بالريكتانجولار اللي هو يكون مفعل اللي هو يرمز له بي ار، والبولار بي بي طبعا اللي هو ماخذ طبعا من الاحرف الكابيتال لتر الكلمه. فهنا طبعا لها صفوف اللي هي الرو طبعا اللي هي راح تكون مع المحور اكس، الكولوم مع الواي، والليفل مع المحور زد. بعدين راح يطلب من عندك طبعا هنا بالريكتانجلر اري يريدني عندي نمبر اوف روز، راح ادخل الرقم، اقل عدد هو واحد طبعا، ونمبر اوف كولوم ايضا اقل عدد واحد، والنمبر اوف ليفل ايضا واحد. بعدين يريد من عندك المسافه ما بين رو ورو، يعني صف وصف، عمود وعمود، وليفل وليفل. طبعا هنا من يكون انا عندي واحد يعني مثلا ليفل واحد، فما راح يكون عندي مسافه ما بين ليفل وليفل لانه قيمته واحد. هذا بالنسبه الى الريكتانجولار. البولار هنا راح يسالني عن عدد الايتمز اللي يعني او عدد الايتمز المكرره، فانت راح تحسب. انا ما راح اعطيك اياها مثلا اقول لك خمسه او اربعه، لا انت لازم تحسب عدد المجسمات المكرره ومن ثم الزاويه. هنا المفعل انه الزاويه 360 واتجاه الموجب هو عكس عقرب الساعة الكاونتر كلوك وايز، والسالب هو الكلوك وايز. طبعا مو شرط دائما 360، يمكن يكون 90 180 بالسالب حسب الحالة. بعدين هنا يسألك انه روتيت اريد اوبجكتس، يعني هل انه المجسم اثناء التكرار يدور لو يبقى ثابت. بعدين هنا هذا المهم انه سبيسيفاي سنتر بوينت اوف اري، يريد من عندك السنتر مال اري، وبعدين من عندك سكند بوينت اون اكسس اوف روتيشن. هنا يريد من عندك كان مثل محور التدوير، يعني مثلا اذا كان تكرار حول الاكس راح تنطي قيمة الاكس وتصفر الواي والزد، اذا كانت مثلا تكرار حول الواي راح تصفر الاكس تنطي قيمة للواي وتصفر الزد، وهكذا بالنسبة للزد. يعني اذا كان بالزد راح تصفر الاكس والواي وتنطي قيمة للزد بالموجب بالسالب حسب الحالة. وهذا هو الاشياء يعني الشكل الاري اللي هو ريكتانجولار، وهذا هو البولار مثل ما استخدمنا وفهمنا. اذا نجي هسه الان الى الرسم مالتنا، يعني هسه مثلا عندي يعني هذا الشكل. طبعا هذا الشكل يعني وما يجيكم بالامتحان هيك شكل، وانما هي مجرد انه يعني شكل توضيحي. يعني هسه انا هذا الشكل هو عباره عن شنو؟ عباره عن بوكس وبيه مجموعه من الاسطوانات. زين، فهنا يعني بالجانب العملي انت حر، يعني زي اللي طالب يرسم اسطوانه اسطوانه هو حر يعني، لكن فيما يخص الجانب النظري هذا شيء خطا، ما يجوز انه يرسم اسطوانه اسطوانه. زين، لا سيما انه انا ذاكر في منطوق السؤال انه استخدم ال 3 دي اري. زين، فهنا راح الطالب يشوف اولا انه انا هنا ما عندي زاويه او فد شيء يعني بولر، فاذا هذه هي المصفوفه ريكتانجولار، يعني عندي هنا صفوف واعمده. فهنا أنا عدد الصفوف بيننا مع الاكس اجي احسبها، هذا واحد اثنين، يعني نسوي نكبر الشكل. طبعا انا هنا البوكس قبل ما ادخل بالاري، البوكس هذا طوله 100 100 والارتفاع 20، هذا الارتفاع. الاسطوانه المركز مالته في الاوريجين، ونصف قطره 5، وطبعا ايضا الارتفاع من هنا راح يكون سالب 20. فهنا راح ترسم اول شيء البوكس والاسطوانه، ما تسوي سبتراكت، سوي اري بعدين سبتراكت، لان اذا سويته وبعدين سويت الاري راح يرجع سوليد،
فهنا طبعا ايضا هنا نعطي المسافه ما بين سنتر وسنتر بالاحداث الاكس والواي. فهنا بالريكتانجولار قلنا انه يطلب من عندي عدد الصفوف والاعمده والليفل. الصفوف قلنا مع الاكس، فقلنا هذا 1 2 3 4 5 6، والأعمدة مع الواي قلنا 1 2 3 4 5 6. الليفل ما عندي راح يكون 1. بعدين راح يطلب مسافة ما بين صف وصف، هذه اللي هو من السنتر للسنتر أو جائز من كورنر لكورنر حسب الشكل. هنا نعطيها 20، وبالواي أيضا نعطيني مسافة 20. فراح يكون عندي يعني هسه هذا الشكل. يعني اقدر ارسمه لكم. اروح على الاعاز البوكس 0 0 0 100 ب 100 ب 20، وطبعا هنا ارجع من الاوريجن. انا عندي هاي شوي لازم تنتبهوا لها، انه الاوريجن كانت الى الاعلى زين، فانطي لازم هنا سالب 20. فهنا عندي 0 0 0 100 100 سالب 20، هاي انتبهوا يا طلاب. بعدين اجي الى الاسطوانة 0 0 0 الراديوس 5 والارتفاع هو هنا حدد لي سالب 20. هسه هنا راح اسوي الاري، هذه هي الايقونة الاري، اختارها، اختار الاسطوانة انتر. هنا نريد من عندي ريكتانجولار، يعني ادخل عدد الصفوف قلنا 6 والاعمدة 6 والليفل 1، المسافة ما بين صف وصف 20 وعمود وعمود 20. بعدين الان راح اسوي عملية السبتراكت، اختار هذا البوكس انتر واسوي لي سيلكت. طبعا انا هنا راح اسوي سيلكت الصف واحد بس عند الوقت، هذه تكملها فراح يكون عندك هذا الشكل. إذا نأخذ مثال آخر، يعني عندي مثلا هذا المثال، هذا المثال خلينا شوي نكبره. هنا أنا عندي بوكس زين، هذا البوكس عبارة عن طوله 40 وعرضه 50 وارتفاع 40، وعندي هنا الاسطوانة نصف قطرها 3، وناطيني هنا البعد يعني بالزد 10 وبالاكس 10، يعني هنا ناطيني الابعاد من السنتر للسنتر ايضا، يعني ناطيني ابعاد السنتر مالت النصف عفوا مال الاسطوانة، وايضا المسافات ما بين السناتر. هسه هنا بالنسبة إلى هذا الشكل ترسم بوكس عادي والاسطوانة، واحنا يعني قلت لكم بأنه هذا الشيء أصبح بعد يعني مطروح، لأنه أخذنا احنا هذه من المحاضرات الأولى رسمها. بالنسبة إلى إعاز اليوم اللي هو 3D Array، طبعا هنا هذا ريكتانجولار لأن أكو صفوف وأعمدة وليفل. زين نجي الآن إلى الصفوف. أول شيء نريد من عندي number of row، فهنا قلنا مع الإكس هنا حيكون أنا عندي هذا صف واحد، ما عندي بعض صفوف بالإكس لأن هذا هو الإكس، فإذا number of rows 1. نجي للكولوم قلنا مع الواي 1 2 3، فإذا 3 الليفل حيكون 1 2 3، ليش؟ لأن داس على نية الزيت. وبعدين نعطيني المسافات اللي هي 10 ب 10، هذه فيما يخص الرو، هذه اللي هي 10 ب 10، الليفل اللي هي 10 ب 10. المثال الآخر اللي هو هذا، هنا نفس هذه الأبعاد بس أنا يعني قلبتها البوكس زين،
يعني البوكس أيضا 40 بخمسين بأربعين، وهنا نصف القطر من أسطوانة ثلاثة، ونعطيهم الإحداثيات للسنتر مالتها يعني حتى أرسمهم وأسوي الأري. اللي يهمني هنا إنه بهاي الريكتانجولار أعرف عدد الصفوف والأعمدة والليفل. فهنا إذا أجي أحسب بالصفوف مع الإكس إن هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، والرو العفو كولوم راح يكون عندي واحد اثنين ثلاثة، الليفل ما عندي فيكون واحد. وهنا أيضا نعطيني المسافة ما بين صف وصف اللي هو عشرة، وعمود وعمود اللي هو عشرة. هذا فيما يخص الـ array اللي هو rectangular. زين، تيجي بالنسبة إلى البولار. نيجي بالنسبة إلى البولار. البولار مثلا إذا أريد أرسم أني ويج، خلينا نقول مثلا 50 بصفر صفر، هذه هي الفيرست كورنر، أفترض مثلا 10 بعشرة بخمسين. زين، هذا هو الويج. زين، الآن أريد أسوي له أري في بولر، طبعا أختاره إنتر، فهنا أكتب P يعني بولر، العدد مثلا راح أفترضه أربعة، وهنا الزاوية 360 يعني أكتب 360 وأقول له إيه يدور. يعني هنا السنتر راح افترضه هو نفس الاوريجين اللي هو صفر صفر صفر، وافترض انه تكرار مع المحور زد. فهنا قلنا نصفر الاكس والواي وانطي قيمة زد. هنا بالعملية يعني حتى لا يصير خربطة او هذه، انطي دائما اكثر من ارتفاع المجسم، يعني هنا ارتفاع خمسة انطي مثلا عشرة واضغط انتر. فصار هسه عندي هذا هو الاراي مالي، عندي عدد الأري أربعة وهذه الزاوية 360. لاحظوا هنا المجسم يدور مع الأري، يعني هذا كان مع المحور إكس، هنا صار مع الواي، هنا صار مع الإكس، هنا صار مع الواي، يعني طول مولد. زين، وهذا هو السنتر مالت الأري. زين، لو كان مثلا الأري حول مثلا محور آخر، مثلا حول المحور خلينا نقول واي مثلا. زين، فأيضا اختار هنا بولر العدد أربعة والزاوية 360. طبعا هنا مثلا إذا يعني ناخذ يعني نرجع للأري حول الزيت، إذا أردت أنه المجسم ما يدور بالتكرار، يعني إذا أقول له مثلا نو وداخل نفس الانبوت، يعني أيضا صفر 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 بعدين صفر صفر مثلا عشرين واضغط انتر، لاحظوا هنا بالتكرار شنو بقى الاري نفس الاتجاه مالته، يعني مدار مثل قبل شوية. هسه نرجع اذا كان عندي التكرار حول المحور واي بولر، قلنا العدد اربعة والزاوية 360 ويدور السنتر، راح افترض ايضا الاوريجين صفر صفر صفر، هنا قلنا حول الواي، فراح اصفر الاكس انطي قيمة الواي مثلا 40، هي قيمة وهمية طبعا، واصفر الزد واضغط انتر. زين، لاحظوا صار الان عندي هذا التكرار حول المحور واي. اللي اريد منعتكم يسوي حول المحور اكس، لاحظوا هذا حول المحور واي. زين، هذا التكرار حول المحور واي، وايضا انه المجسم يدور عندي مع التكرار. هذا بالنسبه الى موضوع الـ 3D Array. يعني اذا اريد انه يعني اسوي اعاده بسيطه، انه هنا إذا كان أنا عندي تكرار مرة واحدة
وبشكل نظر للمجسم أو للكتلة، فهنا اللي بيصير في المرآة زين. لابد أن تختار مستوى المرآة يعني مناسب وتنطلي نقطة على هذا المستوى زين. صفر أحداثيات يعني أحداثية، وتنطلي الأحداثي تنطلي إما بالموجب أو بالسالب حسب اتجاه المحور، ثم تضغط أو تختار N يعني حتى تبقي المجسم وصورة المحفوظة. بس من يزيد التكرار عن واحد يعني يكون عندك 2 3 4 وهكذا. يعني هنا راح تستعمل الـ 3D Array، يعني من مسموح بانه مثل قبل شفنا احنا او حتى هسه الان انه ترسم انت 4 اوجات يعني باتجاهات مختلفة، لا انه ترسم واحد ويسوي له Array سواء كان ريكتانجلر او بولر يعني حسب المعطى لك بالسؤال. المهم انه تراعي يشوف انه هل ريكتانجلر او بولر. اذا ريكتانجلر راح يلاقي لك صفوف وعندهم، وايضا المسافات بيناتها، وماكو انا عندي عدد صفوف صفر هو اقل شيء واحد. وطبعا تحسب المسافه ما بين سنتر وسنتر او كورنر وكورنر. بالـ 3D Array Polar راح تحسب انت عدد الاراي جد تكرار تحسبه، يشوف الزاوية. يعني مثلا الان لو اريد اطبق مثلا يعني مو 360 انطي اي زاوية اخرى، مثلا اكتب Polar العدد هو نفسه 4 انطي الزاوية 280 واقول له اوكي يدور، وانطي نفسه يعني اسوي تكرار حول الزد، انطي 0 0 0 بعدين 0 0 20 واضغط انتر. فلاحظوا هسه الان انطيت الزاوية 180 لانه عكس عقرب الساعة، والتكرار عندي دا يدور لان انا اختاريت روتيت اريد يعني اوبجيكتس، والزاوية انطيتها 180 درجة. انطيت خدمة السنتر، وهذا هو محور التدوير اللي هو وهمي طبعا زين. اللي اريده بالبيت يعني نطبق اذا كان بالسالب، اذا كان 90، اذا كان مثلا يعني طبعا 180 و90 ايضا ما انطي من السؤال، مثل ما كان 60 انطي 30 يعني الزوايا الاخرى يعني. فهذه ايدكم انتم تدبروها. هنا طبعا اختارينا النقطة الأول مركز كان يعني هنا بالأوريجين، بس مو دائما يكون بالأوريجين. وهنا السكند بوينت اون اكسس اوف روتيشن لأنه كان بالأوريجين فمكتبت آت، لكن إذا كان بعيد عن الأوريجين لازم تكتب آت وتنطقي بصفر الإكس والواي وتنطقي من الزد يعني مثلا بالنسبة لهذه الحالة زين. هنا احنا عندنا بالمرار اني مثل هذا الشكل شلون اقدر انه ارسمه. هذا الشكل طبعا انا راح ارفقه لكم يعني. اول شيء احلل مكوناته، طبعا اولا احلل مكوناته هو عبارة عن ويج هنا، بس قبلها انه انتبه الى اتجاه المحاور. هنا انا عندي المنظور مالتي منظور الشكل مرسوم في يعني ساوث ايست، فبالبدايه لابد انه ادور البوصله ثم ابتدي بالرسم. هنا الاطوال نعطيني اياها القيم مالتي اللي هو 5 الطول مالتي، والعرض 3 والارتفاع هنا 6، هذا الارتفاع 6 زين. فاني ارسم وجه واحد بعدين اسوي اري إلي، وبعدين الفوق هذا يمثل لي مرار زين. فاحنا هسه الان رسمنا الوجه انه يعني اذا انسى اريد ارسم هذا
أولا يمكنني أروح على هذا الكورنر إذا وصلت أختار ساوث إيست. إذا صار تفريز عندك تروح من فيو 3D فيوز وتختار ساوث إيست. أروح هسه على الويج عندي هنا 0 0 0، بعدين أنطي الأطوال هنا اللي هو 5 × 3 × 6. زين نجي هسه الى الرسم. هذا الرسم مالتني. زين بالنسبة للأغاني نجي نحسبها 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا عندي 8 بالزاوية 360 والدور. زين نجي الآن هسه إلى شلون أحسب السنتر مالت الأغاني. السنتر مال الأغاني شنو أنا عندي؟ أنا عندي هنا هذا هو يمثل لي السنتر مال الأغاني وين أنا خالي المؤشر. زين فالسنتر احداثياته هو اكس واي زد. زين نجي بالنسبه للاكس، بالاكس اول شيء انا ايش ناطيني مسافه من هذا الكورنر الى هذا الكورنر هو 20، وايضا من هذا الكورنر الى هذا الكورنر هو 20، يعني نصه اللي هو يمثل لي المسافه من السنتر مالت الاي اللي انا خالي المؤشر الان عليه الى هذا الكورنر هو يكون 10. تمام. زين عندي انا هسه هذا طول الوجه 5، اذا المسافه من الفيرست كورنر او من الاوريجين الى السنتر ايش قد بقى؟ 5. فاذا انا عندي 5 بدي امشي عكس اتجاه المحور فيكون عندي سالب 5 هذا بالاكس. زين نجي بالواي، بالواي نعطيني العرض مالته 3 وهو صاير بالمنتصف فيكون 1.5، والزد 0. بعدين هنا شنو اكتب ات، يعني انا سمو بالاوريجين اصفر الاكس والواي وانطي قيمة الزد قيمة افتراضية مثلا 30 او 40، المهم تكون هو كان قيمة ارتفاع 6 انطي مثلا 20 او 15. هسه الان هو ساوث ايست نرجي بس الآن على هذا الأغاي اختاره انت اكتب بي العدد 8 والزاوية 360 وبدأ يدور. السنتر قلنا سالب 5 ب1.5 و0، بعدين اصفر الاكس والواي وانطي قيمة الزد مثلا 30 واضغط انتر. وراها شنو راح اسوي؟ او مثلا شنو اقدر؟ طبعا هنا أنا اقدر اسوي له ميرور، يعني هو اله مثلا افضل. بعدين اسوي الاراي هنا الميرور شنو؟ اختار المستوي اكس واي وانطي الارتفاع اللي هو فقط 6، يعني انطي 0 0 6 وقلنا ان صار لي. هسه اسوي الاراي اسهل، اختار الاثنين الان هو بولر الزاوية 360 وين عفوا انا غلطت، هلا عيده حتى ندخل على الانبوت ونشوف الحل النظري. هنا انت 0 0 0 5 3 6، بعدين اروح اسوي الميرور اختار مستوي اكس واي وانطي هنا 0 0 6 واكتب ان انتر. بعدين اي اختار الثنين بولر العدد من 8 والزاوية 360 ويدور والسنتر بالمثال 5 1.5 0
بعدين اكتب اد اصفر الاكس والواي اون تقييم مثلا الزد نقول مثلا 20 واضغط انتر. هسه اذا ادخل على الانبوت داتا وهذا بس خليني بعمله زين. بالنسبة للانبوت داتا اجي الى الويدج نسمي الويدج قلنا انه هو الفيرست كورنر بالاوريجين وانطيت الاحداث اياها بطولها 5 وعرضها 3 وارتفاعها 6. بعدين سويت لي ميرور اختاريت المستوى اكس واي لان هنا عندي المرآة الى الاعلى يعني ملاصقة الى طبعا للمجسم فالمرآة بمستوى اكس واي انطيت هنا النقطة بما انه هي ملاصقة للمجسم فانطيت 0.06 زين 6 وارتفاع ارتفاع الوجه وذكرت انه ما يتنحرف اني المجسم صورته يعني المجسم الشكل الاساسي له. بعدين سويت اري بولر العدد 8 حسبناها والزاوية 360 ويدور انطينا السنتر ايضا حسبناه وهنا صفرت الاكس والواي وانطيت قيمة الزد لان الاري عندي حول المحور زد وبالاتجاه الموجب. هاي بالنسبة الى هذا المثال. طبعا هنا اكو امثلة كثيرة يعني عن هاي المادة اني مثلا هسه هذا مثال يعني عليها بولر يعني مجموعة من الاسطوانات بس هسه راح ناخذ اعاز اخر اللي هو اعاز السلايس اللي هو التشريح مثل ما تلاحظون هنا السلايس طبعا مثل ما تلاحظون الان بالشكل يعني يعني خلينا نقول شبيه بال 3 دي ميرور بس انه هنا لابد انه مستوى القطع يكون في المجسم بينما المرآة يمكن ان يكون بعيد عن المجسم او ملاصق اليه او يكون داخله. هنا لا هنا القطع لابد مستوى القطع يكون في المجسم يعني ما يكون ملاصق اليه او بعيد عنه لانه ما يتنفذ الاعاز. فهنا انا ليش شبهته بال 3 دي ميرور لانه مستويات القطع مشابهه الى ال 3 دي ميرور يعني عندي مستويات جاهزه اللي هي ال x y وال y z وال z x وعندي ايضا ال 3 بوينتس اللي هي ثلاث نقاط ليست على استقامه واحده. فهنا أنا اذا اريد انه اوضح فكره السلايس اللي هو قطع وهنا طبعا اي مجسم انا رسمته سابقا اقدر اسوي له سلايس. يعني هسه مثلا انا لو ناخذ البوكس على سبيل المثال عندي 0 0 0 20 ب 20 ب 20 هذا بوكس اريد اسوي له قطع فاروح على الاعاز اللي هو سلايس اختاره انتر. هنا مثلا راح اختار اول مستوى القطع اللي هو الاكس واي. الاكس واي هنا المرآة العفو مستوى القطع راح يتحرك مع المحور زد باتجاه الموجب او السالب. فهنا راح انطي مثلا 0 0 10 يعني بالمنتصف اضغط انتر وهنا يسألني هل انه ابقي جزئين او احذف جزء يعني. فهنا اني المفعل بوث فاضغط انتر فهنا راح صار عندي هذا بوكس علوي وهذا بوكس سفلي زين. هذا باول مستوي اللي هو الاكس واي انه مستوى المرآة يتحرك مع المحور زد زين. نجي الى المستوي الثاني اللي هو الواي زد
الواي زد هذا هو المستوى الواي زد. الواي زد هنا المستوى الخطأ يتحرك مع الاكس، فانت هنا مثلا 10 بصفر صفر وضغط مرتين انتر فصار عندي القطع بهذا الشكل. عندي اخر مستوي اللي هو الزد اكس، فهنا بالزد اكس راح يتحرك مع الواي، فانت مثلا 0 10 0 واضغط مرتين انتر فصار عندي هذا الشكل. زين ال 3 بوينتس يعني انا اقدر انه اكتب 3 انتر، اختار ثلاث نقاط مو على استقامه واحده، يعني مثلا هذه النقطه اللي هي 0 ب 20 ب 20 وهاي النقطه اللي هي 0 0 0 وهاي النقطه اللي هي 20 0 0 وضغط انتر انقطع عندي البوكس بشكل يعني وتري، امسح هذا الجزء انتر. شنو صار الثاني عندي؟ صار عندي وج انحدار مع المحور واي، فايضا هذه طريقه اخرى لرسم وج انحدار مع المحور واي، انه ارسم بوكس واسمي له سلايس 3 بوينتس، وقلنا انه هاي 3 بوينتس ما تكون على استخدامه واحده ويجب الانتباه الى ادخال احدى ارتداءات ل 3 بوينتس، يعني كل نقطه لابد انه تكون احداثيات دقيقة حتى يكون عندك مستوى القطع. حتى بالنسبة للمرآة نفس الشيء اقدر اطبقه لك المرآة، يعني يكون دقيق. زين يعني انا اقدر الان يعني اي مجسم يعني منتظم او لا، مثلا عندي الاسطوانه مثلا 0 0 0 وراديوس 20 وارتفاعها مثلا 50، هذه اقدر ايضا اقطعها، يعني مثلا مستوي واي زد مثلا بالسنتر قطعتها، اقدر هذا الجزء الجانبي امسحه، هذا مثلا اقدر اقطعه المستوي زد اكس ايضا بالسنتر. زين وامسحه. زين فهنا ساقدر مثلا احصل على ربع اسطواني. فهنا بالانبوت داتا يعني بالجانب النظري راح تكتب لي سلايس، راح تكتب لي مستوي القطع شنو هو، هل هو اكس واي واي زد او زد اكس او 3 بوينت، وهنا تكتب لي بوينت اون يا مستوي انت اللي اختارت اذا كانت مستويات جاهزه اقصد. هذا بالنسبة إلى الجانب النظري. هذا فيما يخص الـ يعني السلايس. طبعا هنا عندنا أنواع يعني للقطع، يعني أي شكل ينزل مثلا هذا الشكل اقدر اقطعه مثلا بالاوريجين على سبيل المثال، بس مجرد ما اختار المجسم اللي انا يعني انتر اقطع مستوي مثلا زد اكس هذا الشكل، هذا زد اكس اختار نفس الاوريجين انتر انقطع عندي فصار عندي هذا جزء وهذا جزء. هنا اذا تتذكرون بال 3 دي موف قلنا انه مستعمل مع السلايس، فاقدر هذا الجزء المقطوع مثلا هذا انتر احركه مثلا هنا 0 0 0 وبعدين اكتب مثلا 0 30 0 واضغط انتر. هنا طبعا هنا نرجع المفروض انه اختار الويج ايضا احركه هذا والويج انتر. طبعا انا هنا اذا تتذكرون انه الويج ليش ما دخلته بالسبتراكت
يعني حتى هو حدوي مجسم. وبعدين سوينا هذا الشنفر اللي هو ولدنا الوج، لأن يعني إذا أنا موحدة حتى هذه الحافرة راح تصير وج، فأنا لازم شوي تنتبهوا لها. هنا أضغط Enter، فهنا راح يكون عندي يعني 0 0 0. نعيده كده، أنا دخلته، أختار هذه والوج، Enter 0 0 0، بعدين 0 30 0. بس أنا عندي هذا الشكل اللي هو إحنا راسمين سابقا. عندي المسافة اللي أني نقلت بيها هذا الجزء المقطوع اللي هي 30، اللي هذه أني طلعتها، يعني عن هاي المسافة اللي هي 20. هنا إن دائما إنه بالقطع يجوا ويا ال 3D Move أو 3D Rotate حسب المحاضرة السابقة. فهنا انت من ترسم هذا الشكل ترسمه انه تهمل هذه المسافة، يعني هاي المسافة من تي يعني ترسم هذا الشكل، هذه المسافة تهملها كأنما يكون هو مجسم واحد، بعدين تقطعه وتسوي له 3D move. زين، اكو حالة اخرى ايضا، اذا اريد اقطع مثلا اقطع هاي الاسطوانة بمستوى اكس واي، رايت كليك اختار اكس واي، فهنا راح انطي احداث الزيت، يعني انطي 0 0 36. زين انقطع. هنا اذا اريد الجزء المقطوع ادوره، راح اختار هذا الجزء، انتر، راح اختار نقطة تدوير اللي هي هذه اللي هي قلنا تكون 45 بالاكس بالواي 0 وبالزد 36، العفو هنا سالب 20 نقطة يرجع. هو صحيح بس انا راح اريدها ما اريدها بالسنتر، 45 سالب 20 و36. راح اختار المحور واي وحنطي سالب 90 واضغط انتر. طبعا ليش انطيت سالب 90؟ مع العلم هو ضم اصابع، لان قلنا هنا الواي ما تنطبق، قاعدة الكف اليمنى ما تنطبق على محور واي. فمن يجيك هيك سؤال يعني ترسمه ايضا بشكل عادي بعدين تقطعه وتدوره، نقطة التدوير لازم تنتبهون لهذه الفقرة، انه اي نقطة على الحافة المشتركة، يعني هذه الكورنر تقدر تاخذ السنتر اللي اخذته قبل قليل يعني دخلته، او هذا الكورنر، يعني هذا السنتر قبل قليل دخلته اللي هو كان 45 بصفر ب36، بس انا اخترت هذا الكورنر، او تريد هذا الكورنر كيفك يعني. المهم اي نقطة على الحافة المشتركة ما بين هاي المجسمين. زين، وتنتبه الى المحور التدوير والى الزاوية. فهسه الان اي شكل اقدر اقطعه، يعني مثلا اقدر اقطعه هذا زمان قطعته باكس واي، اقدر اقطعه بمستوي اخر مثلا اللي هو زد اكس. زين، انتر. مثلا اقدر هذه امسحها واسوي يونيون للبقية، مثلا عندي هي الشكل طلع، او اقدر يعني اقطعها يعني أقطع مستوى مثلاً زد إكس. زين، و أقدر مثلاً
ثمن اقدر احذف هذا الجزء او خلينا نقول لا مو هذا الشكل. الحقيقة هي بعدة افكار، يعني مثلا اقدر اسوي الواي زد اختار يعني مثل هنا 39 الاكس 0 0 انقطع عندي، واقدر مثلا اقطعه بالواي زد العفو بالزد اكس ايضا بالاوريجين، وهذا الجزء اقدر احذفه. ماذا بعدين نسوي هنا؟ يعني المهم انه اكو عدة افكار للرسومات، يعني ايضا هذا رسم يعتبر يعني في فكرة، فاقدر اي رسم سابقا انا راسمه اقطعه بمستويات يعني موجودة، او انا ارسمه زين وقطع بمستوي 3 بوينتس مثلا انا ارسمها. طبعا لانه المثال اللي رسمته لكم قبل قليل اللي قلنا انه صار عندي وجه، يعني هذا انا ما اقدر اسوي هذا القطع بالمستويات الجاهزة زين اللي هي الاكس واي او الواي زد او الزد اكس، ما اقدر اطبق يعني ال شو اسمه يعني مستويات القطع الجاهزة ما اقدر انا اطبقها على هذا، لانه يعني ما يمكن ان يكون عندي ناتج انقطع بهذا الشكل زين. وايضا انا هسه يعني سويت ايضا الميرور يعني 3 بوينت يمكن ما نفذناها، المهم هي على 3 نقاط ليست على استقامة واحدة، هي هاي 3 بوينت، بس لازم واحد ينتبه لان اذا غلطت باحداث هي لا يعني مستوى القطع او مرات يختلف زين. ف حقيقة يعني اكثر من الامثلة يعني حول هذا المادة، يعني مثلا انا عندي هذا الشكل اللي هو رسمت اللي هو هذا الشكل قطعناه، يعني مثلا اقدر اخلي بدل الاسطوانة الخارجية مثلا هنا العفو بدل الاسطوانة الداخلية اخلي مثلا هرم زين، وايضا اقطعه واسوي له تدوير، وقلنا نقطة التدوير اختارها على هذا الخط الفاصل، او مثلا هنا اسوي اسطوانة بيضاوية او الاسطوانة الخارجية اسويها مثلا هرم، او اسوي مثلا مخروط في هذا الشكل، او الداخلية اسوي يعني اسطوانة بيضاوية، يعني عدة افكار ونفس الشكل، بس اقدر اغير اني بهذا الشكل اللي هو الاسطوانتين، مرة اسوي مثلا مخروط واسطوانة بيضاوية، او مثلا هرم واسطوانة، يعني مرة الهرم خارج مرة الهرم داخل، يعني كثير من الافكار. فانت تقدر انه واقطع وادور، واقدر ايضا بعد التدوير اسوي 3 ريموف للجزء المدور، يعني يفترض انه هاي الافكار تمارسها اثناء القراءة حتى تتعلم على زين. عندنا الان مثال أنا أيضا مثال محلول أو أنا حليته اللي هو هذا الشكل، يعني هذا الشكل حقيقة هذا محلول الشكل
هنا هذا المثال أولا أنت لابد أن تلاحظ المكونات المجسم. فهنا أنا عندي بوكس وأفقي وعمودي، هنا أنا عندي أسطوانة، لكن لابد أن أشوف هذه الأسطوانة من احتمال المنظور يخدعكم. هذه الأسطوانة إذا ألاحظ أنه ناطيني نصف قطر هنا 40، وهذه ناطيني قطر 100 يعني نصها 50، فإذا هنا شو تمثل أسطوانة بيضاوية المقطع. هنا مثلا عندي ويج انحدار مع المحور واي، فأشوف شنو اللي أطبق، يا أما بوكس وشنفر أو إنه هو أرسم ويج وأسوي 3D روتيت. افترض هسه الآن نسوي بال 3D روتيت لأنه هي تشمل مادة ال 3D أوبريشنز يعني. زين عندي هنا أسوي يعني هنا ما ذاكر أنا الحقيقة تفاصيل، فإذا هو مرآة يعني طبقا يعني شكل متناظر اللي أقصده. هنا أنا عندي هرم عدد أضلاع 8 يعني 1 2 3، هذا الثالث، هنا هذا الرابع، بعدين عندي مع البوكس 5 6 7 8. زين شنو عندنا بعد؟ اسطوانة نعطيني هنا التفاصيل الرسم مال الأبعاد مالها، وعندي هنا أراي الهنا، وبعدين شو نسوي؟ سلايس روتيت، وهنا سلايس 3D موف. زين فإذا أريد أنه يعني أبدي بالحل النظري لهذا الشكل، العفو العملي، راح أمسح ما نجي الآن هذا. زين البوكس 45 من 85 90 100، طوله 100 والعرض مالته 100 والارتفاع 10. فهنا أروح على البوكس 0 0 0 100 110. زين الثاني نفس الحالة، فراح أروح على البوكس راح أختار 100 0 0 سالب 10 100 100 وأضغط أنتر. طبعا هذا هو الانبوت داتا او الادخال يعني. زين نجي هسه الان هاي الاسطوانه قلنا بيضاوي، فاروح على الاسطوانه هنا حكتب الابتكار سنتر، السنتر مالتها 0 50 بالواي وصفر بالزد، نصف القطر مثلا حندخل 40 والخمسين، هنا شو نكتب؟ آت، أدخل 50 والزاوية وأشوف 50 علاقتها مع الإكس اللي هي تكون 90 والارتفاع هو 10. زين نجي الآن إلى الوجه. الوجه نعطيني الفيرست كورنر، هذه هي الإحداثيات اللي هو 45 بصفر بصفر، فأروح على الوجه أكتب 45 بصفر صفر بعدين آت، نجي نشوف الأطوال مالته. طبعا هنا لازم إنه أنت تنتبه إنه إن الأطوال تتغير، يعني هنا هسه هو الطول 15 والعرض هو 25، فهنا راح يكون عندي الطول 25 والعرض راح يكون عندي 15. زين 25 عندي عكس اتجاه المحور اكس بيكون بالسالب. زين
وأيضا العرض أيضا راح يكون عندي بالسالب بالنسبة للإحداثي. فهنا نكتب آت سالب 25 سالب 15، والارتفاع طبعا هو 10 لأن نفس ارتفاع البوكس. زين، هذا هسه أسوي له تدوير انبوت انتر. البيس بوينت نفسه الفيرست كورنر 45 0 0، طبعا التدوير حول المحور زد، وهنا نضم أصابع الزاوية فهي 90 درجة موجب. هذه أسوي لها ميرر اللي هو احنا اليوم موضوعنا، يا مستوي مستوي زد اكس لأن بهذا الاتجاه، فأختار هنا نكتب زد اكس، وأني ناطيني العرض مال بوكس من نصه 50، فأكتب 0 50 0 وأضغط انتر، وبعدين أقول له نو وأضغط انتر، صار عندي هذا الشكل. نجي الآن إلى الهرم. الهرم عندنا انه عدد الاضلاع 8، لانه هذه الثلاثه هنا ثلاثه تمام، حيكون بالجزء الصلد، وعندي هذا جزئين يعني حصلنا هنا 6 وهذا 7 وهذا 8. زين، نصف القطر طبعا اكو بعض الطلبه يسوي لي تشامفر، مع العلم انه اني مناطي قيمة المسافات القطع يعني الأفقي والعمودي، وهي غلط، هو هرم. طبعا هنا الثيكنس مالتي أو الطول مالتي هو 10، والزاوية 0 لأنه أيضا إلى توب راديوس. فهنا أروح على الهرم، أول شيء أدخل بالسايد لأنه المفاعل كنا 4 هذا 8. السنتر راح يكون اني استخدم الامامي اللي هو يكون 90 50 بمية. الى تو البيس ريدرز قلنا لازم نكتب ات، النصف القطر 50 والزاوية 0، الى توب ريدياس اللي هو ايضا 50، بعدين مراعي الافقي واكتب ات، طوله 10 والزاوية 0، اضغط انتر. الان بالنسبة الى الاسطوانة، الاسطوانة هنا نعطينا قطرها 20 يعني نصف قطرها 10، واضيف لها 10، فإذا هنا عندي اني بالواي عندي 20. زين، فاروح الى الاسطوانة اللي هي مقطع دائري، بالاكس هو 90، بالواي 20، وبالزد 100، نصف قطرها 10، بعدين اكسس ات 10 ماي بزاوية 0. هسه هاي اسوي لها اراي، اختارها طبعا شنو بولر، العدد 4 الزاوية 360 والدور. السنتر هنا شو راح يكون، اخذ السنتر مالت الهرم الامامي اللي هو 90 ب 50 ب 100، انتر. هنا الاراي حول المحور اكس، فاكتب هنا ات، انطي قيمة اكس مثلا 20، واصفر الواي واصفر الزد واضغط انتر. هنا ما تنفذ عندي اليعاز، شنو اسوي؟ ارجع على اليعاز مرة ثانية، اختاره، ادخل نفس الانبوت، اكتب بولار، العدد 4 والزاوية هي 360 ويدور. هنا اروح على من؟ اروح عليه الليفت، ادخل هسه السنتر اللي هو 90 ب 50 ب 100، بعدين ات، انطي مثلا 50 ب 0 0 واضغط انتر، وبعدين ارجع على الهوم فيو. مرات يعني صار عندي خربطة يعني بالبرنامج، فتروح على البوصلة قبل ما تدخل السنتر. هسه هنا شنو راح نسوي؟ راح نسوي الصاب تراك اسطوانه، يعني اسطوانه البوكس، هاي الاسطوانه البيضاويه اللي رقم 1، البوكس رقم 1، والبوكس الثاني
وخلي أيضا ناخذ هاي اللوجات والهرم انتر، وبعدين راح اختار الاسطوانات الأربعة اللي هي ناتجة من الأري. زين، بعدين هسه شنو راح اقطعها؟ ما مستوي اكس واي، وين بالسنتر اللي هو راح يكون انا عندي مستوي اكس واي واللي هو 0 0 100 انقطع. التدوير هسه اختاره، قلنا اي نقطة على الحافة اللي هي تكون المشتركة اللي هي هذه، في اللي هي راح تكون عندي هنا 100 بالاكس بالواي 0 وبالزد 100. التدوير حول المحور واي، وهنا ناقص 90 هنا. طبعا هذه الاسطوانة شلون نجد؟ لانه من صار عندي الخطأ ما سويت اندو. زين، هو هذا الشكل. نروح على التوريو ايضا هنا احركها. هذه لاحظوا هذه الاسطوانات اللي صارت بالاري من تخربط عندي. زين، بعدين عندي هنا ايضا اذا تلاحظون هنا عندي قطع وموف مسافه 30، فاروح على السلايس اسوي سلايس بس خلينا المستوي. طبعا هنا المستوى هو واي زد. زين، هذا الواي زد بالاوريجين، واسوي له 3 دي موف الجزء هذا المقطوع او هو الاسطوانه اللي هو 0 0 0 بعدين سالب 30 0 0. وبالتالي انه حل عندي سؤال. شوفوا انه السؤال بسيط، يعني اهم شيء ترقم الاحداثيات العفو المجسمات المكرره، وتطبق التعليمات المذكوره بالمحاضرات. شلون يعني زين، هذا فيما يخص الان محاضرة الـ 3D Operation اللي يتناول الـ 3D Mirror والـ 3D Array والـ Slice.